عباقرة الجامعات الموسم السادس ومباراة مهمة في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. جامعة طنطا متقدمين 40 نقطة، جامعة كفر الشيخ ناقص 5. جامعة كفر الشيخ عندنا تغييرين، ريهام وهدان نزلت مكان آية مهدي، وعبد الله ناجي نزل مكان عمرو فوزي. عبد الله، ايه اللي بيحصل؟ ان شاء الله نقدر نعوض. مفيش اي تفسير منطقي خالص. توفيق النهارده يعني ما كانش في صالحنا الفقره الاولى، نقدر نعوض الفقره الجايه لسه بدري يعني. ماشي ريهام، نعرف نرجع تاني في المباراه ان شاء الله. تمام. تغييرين في جامعه طنطا، نجوى راضي نزلت مكان منى الشافعي، ومحمد سامي نزل مكان عبد الله عبد العزيز. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا مستر؟ واضح ان انتوا خدتوا دفعه معنويه. اه فعلا. لما نواجهم لا ما طبعا يعني زي ما حضرتك قلت، هما من اعمده البرنامج، وهم بصراحه دايما كانوا بيدعمونا دايما، وكانوا بيقفوا جنبنا. فوجودهم هنا يعني بيشجعنا اكتر ان احنا نبذل اقصى ما عندنا عشان خاطر نفضل محافظين على صوره جامعه طنطا اللي هم كانوا مطلعينها بافضل شكل ممكن في الموسم اللي فات. كلام شيك. مترتب يعني. يعني هو متوقع مثلا، فهو قال لك ايه، هو هيسالني كده فانا هقول كده، او يا اما عمر اللي محفظه، يعني حاجه من الاثنين. هو تلقائي على فكره، يعني هو تلقائي بصراحه، يعني تلقائي. اللي هم عملوه في المواسم اللي فاتت يخليك تقول كده جوه الحلقه. ده اسلام كمان حفظه. ازيك يا نجوى؟ الحمد لله. انا الحقيقه ما اضحكش عليكم، ما توقعتش الماتش هيمشي كده خالص. ولا يعني احنا بندعي بس ان انتوا هيبقى عندكم مشاكل، مش ان انتوا تتقدموا. فدي بالنسبه لي يعني بره التوقعات. الحمد لله. تمام، جاهزه ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه، اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اتنين نجوى ودينا، دينا ونجوى، وسؤال بعشر نقاط، معلومات عامة. والسؤال هو لينا مدينة هي أصغر أم في تاريخ الطب، ففي أي دول أمريكا الجنوبية وضعت مولدها؟ كان سنة 1939. بصوا الموضوع ده الحقيقة غريب، عشان كده بنسأل عنه. هي معجزة، كان عندها 5 سنين وسبع شهور 21 يوم. بيرو. بيرو، عندك المعلومة؟ عدت عليا قبل كده. واضح، إجابة صحيحة. بتعاني من حالة وراثية نادرة اسمها البلوغ المبكر. برافو عليك يا دينا، حمد لله على السلامة. جامعة كفر الشيخ 5، جامعة كفر الشيخ 40، جامعة طنطا. شادي ويسري، يسري وشادي، رياضة. والسؤال هو ما هو المنتخب الذي يمتلك 4 لاعبين شاركوا في 5 نسخ مختلفة في كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2022؟ بإذن الله المكسيك. مين الأربعة في المكسيك؟ هو الحارس اللي هو أوشوه. أوشوه ماشي. الثلاثة مش فاكرهم. لو في 3 وأنتونيو كارباخال. أيوة. حارس برضو، جواردادو، ورافائيل ماركيز. وإجابة صحيحة. برافو عليك يا شادي. في 4 تانيين في باقي دول العالم، طبعا ماتيوس من ألمانيا، وبوفون من إيطاليا، ميسي رونالدو، ورونالدو من البرتغال، وميسي من الأرجنتين. سؤال في التكنولوجيا، سامي وعبد الله ناجي، عبد الله ناجي ومحمد سامي، تكنولوجيا. والسؤال هو في أي عاصمة أوروبية تعقد قمة الويب منذ عام 2016؟ أول مرة. طب استنى هساعدك. أمستردام. ولا أول مرة ولا تاني مرة؟ إجابة خاطئة. أول مرة انعقدت في 2009 في دبلن في أيرلندا، وبعد كده استمرت ل 2016. 2016 راحت العاصمة دي، بيشارك فيها حوالي 500 شركة. لندن. لندن، إجابة خاطئة.
في لشبونة عاصمة البرتغال. السؤال اللي جاي آخر سؤال، واحد لواحد، إسراء ورهام، رهام وإسراء، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 8 × 8 × 8 زائد 486 يساوي كام؟ فات 7 ثواني. إجابتك 598. 598 إجابة خاطئة. هو زائد. إجابتك 998. إجابة صحيحة. أرضك يا إسراء، أرضك إسراء، أنت قلت الرقم 500. أنا كتبت آخر رقم غلط. يا هارد لك، هارد لك، هارد لك. برافو عليك يا ريهام، 10 نقط مهمين جدا لجامعة كفر الشيخ، 15 جامعة كفر الشيخ، 50 جامعة طنطا. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا الثمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور سامبو في فيلم شمس الزناتي، فمن هو؟ حمدي طلعت زين. طلعت زين طبعاً. إجابة خاطئة. بطولة إن شاء الله صح تكون في سبورت يعني. علي عبد الرحيم. إجابة صحيحة. برافو عليك يا ريهام، برافو عليك. من تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف، طبعاً من بطولة عادل إمام، الفنان القدير عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، وكوكبة من النجوم. 25 جامعة كفر الشيخ، 50 جامعة طنطا. أغاني موسيقى، والسؤال هو: أنا مش بعتب عليك هي أغنية المطرب مصري معاصر، فمن هو؟ تأليف سمير الطائر، أغنية اتغنت في الثمانينات. محمد ثروت. إجابة خاطئة. إيهاب توفيق. إيهاب توفيق في الثمانينات طبعاً. إجابة خاطئة. هاني شاكر. برافو عليك، برافو عليك طبعاً هاني شاكر. إسراء مستعجلة ليه؟ السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو: دير أدموند هي من أكبر المكتبات الرهبانية في العالم، ففي أي دولة أوروبية تقع؟ تم البدء في بناء المكتبة 1974 وخلصت بعدها بسنتين. ألمانيا. ألمانيا للأسف إجابة خاطئة. موجودة في دير أدموند حوالي 100,000 زائر سنوياً، تحفة معمارية. إجابتك فاتيكان. لو مش ألمانيا تبقى إيه؟ النمسا. محمد سامي. إجابة خاطئة. آخر سؤال في الفقرة، بصوا اللي هيدوس على البازر هيجاوب في ثانيتها. سرعة البديهة، والسؤال هو: ما هو الرمز الانتخابي للفنان عادل إمام في فيلم بخيت وعديلة 2؟ كان رمز ايه؟ الجمهور، الجمهور هيتجنن. اسأل سؤال في الحلقة، كان رمز ايه؟ تخمينة. كنكة. كنكة. كانت شيرين. إجابة خاطئة. إجابتك جردل. الكنكة مؤنثة. بالظبط، وهي رقم 2. الجردل وهي رقم 2، وهي رقم 2 كمان، والجردل هو رقم 1. محمد سامي. إجابة صحيحة. الجمهور كان هيتجنن. 10 نقاط 60 جامعة طنطا.
25 جامعة كفر الشيخ. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 500,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.